تكون موجودة قريب جدا جدا. كمان احنا بندعم مجلسنا وبندعم الكابتن الخطيب تحديدا، وهو مش محتاج دعم اساسا. الكابتن الخطيب اسمه لوحده كفاية، لكن احنا بنقول اللي ضميرنا بيحسنا عليه. وانا عارف انتم متفاهمين الكلام ازاي، وعارفين يعني يا ما صال وجال هذا الرجل بتاريخه وباسمه. عايز اقول لكم كمان حاجه، ما تستعجلوش، ما تستعجلوش الامور. يعني احنا ما شاء الله الايام دي غير قبل كده خالص. احنا الايام دي عندنا 100,000 موقع كوره، عندنا 100 تلفزيونيه، عندنا 100، عندنا 100,000 صحف. الامور استحاله، استحاله اي واحد اهلاوي هيكون في ايده حاجه يعملها النادي الاهلي اهلاوي بجد. انا بتكلم على الاهلاوي بجد، مش شرط المده اللي قضاها في النادي. انا ضد القصه دي تماما، مش شرط المده. ممكن واحد يكون قاعد في نادي ده يوم، ممكن جماهير، احنا شفنا الجماهير اللي ماتت على النادي الاهلي او ماتت عشان فريق النادي الاهلي وهي مقسمه ما لبستش تيشيرت النادي الاهلي. فبتكلمكم بالحب والاخلاص اللي بجد الحقيقي. اي واحد بيحب النادي الاهلي لو في ايده يعمل حاجه هيعملها في ثانيه. فما تستعجلوش الامور، كل حاجه بتاخد وقتها، كل حاجه بتمشي في مسارها الطبيعي ومسارها الصحيح. المهم تطلع في الاخر، لو حتى بعد وقت طويل بتطلع في الاخر بشكل كويس. مستعجلين على القناه، مستعجلين على الجهاز، مستعجلين على المدرب، ما تستعجلوش على حاجه. احنا مش عايزين نجيب مدرب وخلاص، مش عايزين نجيب مدرب ونديله ملايين ونرجع نقول ده بياخد فلوس كتير جدا، ده مش عارف ايه. احنا عايزين نجيب مدرب كوره، مدرب يدي الفريق، مدرب يزود الفريق، يزود اللعيبه، يدينا فكر وشكل جديد. لكن النادي الاهلي ما بيقفش كمان على مدربين. النادي الاهلي ياما مسكوه مدربين وشفتوا مختلف المدربين ومختلف الافكار الفنيه، والنادي الاهلي بياخد بطولات برضه حتى مع المدربين اللي هم احنا قلنا ما يستاهلوش ان هم كانوا يمسكوا النادي الاهلي، لكن الاهلي بياخد بطولات، الاهلي دايما ماشي في طريقه. فما تستعجلوش على حاجه، ان شاء الله كل حاجه تكون